هناك أناس يسألون عن القران والتمتع والإفراد، وما الفرق بينها، وهل هناك أفضلية أيضا؟ ومع العلم أنكم أشرتم إلى أن التمتع هو أفضل الأنساك. نعم، الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. طيب، التمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات الذي يمر به، ثم إذا وصل إلى مكة يؤدي مناسك العمرة من طواف وسعي وحلق أو تقصير، ثم يتحلل من إحرامه، ثم إذا جاء موعد الحج أحرم به، خرج إلى عرفة والمشاعر وأدى المناسك كما أمر. وأما القران فهو أن يحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، يقرن بينهما بنية واحدة، فإذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويبقى في إحرامه لا يتحلل منه، وإن شاء أن يسعى بعد طواف القدوم سعي المقدم، سعي الحج والعمرة مقدما له ذلك، وإن شاء أخره بعد طواف الإفاضة. المهم أنه يبقى في إحرامه ولا يتحلل إلى أن يحج، أن يخرج للمشاعر في وقت الحج ويقف في عرفة ويؤدي المناسك. فإذا كان يوم العيد ورمى الجمرة وذبح هديه فإنه يحلق رأسه ويتحلل من إحرامه، ثم يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وهذا القران، ومعناه أنه قرن بين العمرة والحج في نسك واحد، في سفر واحد، ودخلت عمرته في حجه، فصارت أعمال الحج تكون للحج وللعمرة معا. وأما المفرد فلا يختلف عمله عن القارن، يحرم بالحج مفردا من الميقات، إذا وصل إلى مكة طاف للقدوم، وإن شاء سعى ويبقى على إحرامه كالقارن سواء، إلى أن يأتي موعد الحج ويؤدي الحج ثم يتحلل من إحرامه كما سبق، إلا أنه ليس عليه فدية. الفرق بينه وبين القارن أن القارن جمع نسكين بنية واحدة، والمفرد نوى نسكا واحدا وهو الحج. هذا من ناحية. نعم. الناحية الثانية أن القارن عليه فدية والمفرد ليس عليه فدية. نعم.